امتى اعلم طفل الصيام؟ فيديو متاخر بس اتكرر السؤال فيه اكتر من مره فكان لازم ان انا اجاوب عليه. الصيام ده عمليه متدرجه ليها خطوات لازم ناخد بالنا منها، فعشان افاجئ الطفل اقول له يلا هوب يلا نصلي، فنفاجئه ان هو يعني من غير اكل ومن غير شرب ومش فاهم فيه ايه، هو كل الموضوع ان احنا بنجوعه. اكيد عمره ما يحب العباده دي ومش هيقدر عليها وهيغلبنا عشان اصلا يستوعب هو ايه ده. من اولى العمليات التدريجيه ان احنا نعرف الطفل برمضان وبالصيام، ان احنا اصلا نفهمه ايه شهر رمضان ده، بيحصل فيه ايه، بنعمل فيه ايه، بايه هو ثوابه. لما نبدا نتكلم كتير قدام الطفل عن الشهر العظيم ده بيبدا ان هو حتى يبقى مشتاق للحاجات اللي بتحصل فيه، هو مش فاهم يمكن، بس لان كلنا قاعدين وبنتكلم وفرحانين ان الشهر الجميل ده جاي فعايز يعمل زينا. طيب من سن كام ابدا اعود طفلي على الصيام؟ بما ان الصيام عمليه تدريجيه فاحنا لازم كمان التدرج مش في المفاهيم بس، في السن كمان. يعني زي ما قلت لكم ما ينفعش ان انا افاجئ الطفل مره واحده انه لازم يصوم، فلازم اكون قايله له قبلها. وقبلها دي يعني هنبدا نتكلم قدامه على قد سنه وعلى قد عقله ما يستوعب يعني ايه رمضان ويعني ايه صيام. في طفل ممكن يستوعب عنده 3 سنين، في طفل يستوعب عنده 4 سنين، في طفل يستوعب عنده 5 سنين، على حسب الاستيعاب بتاعه. ده في حاله ان احنا بنفهمه. اما في حاله الصيام الفعلي ممكن من سن 6 7 8 سنين، على حسب قدره الطفل. قدرة الطفل هنا مش معناها بس استعداده، لا، معناها ان هو جسمه يستحمل ولا لا، صحته تستحمل ولا لا، هل بيعاني من مرض لا قدر الله ولا لا. طيب اثناء بقى اليوم بتاع الصيام لما الطفل يبدا يصوم، هل بيصومه لغايه اخر اليوم ولا ممكن يدرجه؟ برضو دي هنرجع فيها لدرجه استحمال الطفل. في طفل يكون عنده 9 10 سنين وما يقدرش يصوم غير مثلا لغايه بعد العصر او العصر. في طفل تاني يبقى عنده 7 سنين وممكن يكمل معانا لغايه المغرب، فيها على حسب استعداد الطفل، على حسب البيئه اللي هو فيها. اعمل ايه مع الطفل اثناء يوم الصيام؟ اول حاجه التحفيز المستمر، دايما انا بحفزه لان عارف ان هو صايم، بديله كلمات فيها ثناء، بديله ابتسامات، احضان، كلام حب، كلام جميل، كلام ايجابي. انت بتعمل حاجه عظيمه، انت بتعمل ثواب عظيم. اياكي ثم اياكي ان انت تكلفيه بامور كبيره مرهقة متعبة. يعني ما نكونش احنا قاعدين ونقول له يا فلان انزل هات العيش، يا فلان انزل هات مش عارف ايه، معلش اصلا نسيت الشاي، معلش انزل معرفش هات ايه من اول الشارع. عمالة تكلفيه بامور كتيرة وكبيرة عليه وهو لسه بيتعود وبيتعلم الصيام، انت ارهقتيه وتعبتيه. لا، بس حاولي ان انت تكوني وسطية معاه. طبعا مش بقولك ان انت تخليه قاعد زي تنابلة السلطان، حاولي تكوني لطيفة ورحيمة معاه. على العكس بقى في امهات كتير بتكون سايبه الطفل طول الوقت قدام التليفون قدام التلفزيون قدام ومش بيعرف حاجه عن الصيام غير ان هو ما بياكلش ويشرب بس، وده غلط كبير جدا. احنا بنعلم الطفل الصيام مش ان هو يمتنع على الاكل والشرب بس، لا، احنا بنعلمه ان هو يكتسب خلق ودين وقيم. يعني نعلمه ازاي يستغل وقت الصيام ده في قراءه القران، في الصلاه، في الاعمال الصالحه، في الذكر. وبرده ما فيش حاجه 100% بنعملها من غير ما ندخل معها حاجه تانية، بمعنى ان احنا مش طول اليوم برده هنفضل نخليه يقرا القران ويسبح ويذكر الله، اكيد يعني مش هيعمل كده، بس هندخله بقى انشطه بعيدا بقى عن التليفون والموبايل والقصدي التلفزيون والكلام ده. لا، ممكن ندخل له انشطه، يرسم، يلون، العاب يلعب بيها يسلي نفسه، نقعد نتكلم معاه، نقعد نحكي له قصص عن الصالحين. طول ما انت هتقعدي كرري له وقولي له ثواب الاعمال الصالحه اللي هو بيقوم بيها. حلو قوي اول ما يبدا رمضان او قبل كمان ما يبدا ان احنا نهديهم بحاجه مرتبطه بالشهر العظيم ده. يعني لو ولد مثلا نجيب له جلابيه، نجيب له طاقيه، نجيب له سبحه، نجيب له مصحف، لو بنت نجيب لها اسدال او سجاده صلاه او مصحف برده. المهم ان احنا نحاول ندخل عليهم روح الشهر الجميل ده في صوره هدايا عشان يستعدوا. وعايز اقول لك ان في اطفال كتير جدا امهاتهم بيكونوا تعبانين معاهم في مساله العباده، رمضان بيجي يسوي لهم الامر تماما. هتقولي لي ليش معنى رمضان؟ هقول لك. اول حاجه الجو العام كله بيكون كله ايمانيات وروحانيات، يعني البيت كله منتظم في الصلاه، بننزل نصلي التراويح، بنقرا قران على طول، مشغلين قران على طول. فاللي كانت غلبانه شويه معايا وكان ابنها مغلبها، فالدنيا بتتظبط كويس جدا في الشهر ده. بس ده في حاله ايه بقى؟ ان الاب والام قايمين بدورهم التربوي الديني وعارفين يستغلوا الشهر ده ويستفيدوا منه. فالاستفاده دي والاستغلال ده والقيام الصحيح بالعبوديه في الشهر ده وصل للاطفال فبيقلدوه. لكن هتيجي الام واب طول النهار والليل قدام التلفزيون او بيروحوا رمضان نايتس ومش عارفه بيخرجوا ويتقابلوا ويتفسحوا بس، مستنيين من عيالهم ايه؟ فدايما بقول لكم ان البيئه مهمه جدا علشان نعرف نربي اولادنا تربيه سليمه. فلو مستنيه حاجه من رمضان لعيالك فهو هينظمهم ويعودهم ويربيهم ويخليهم يعرفوا دينهم، هيعمل لهم قانون في البيت. بس لو انت كنتي حاسمه وحازمه انت وباباهم اكيد. في حاجه كمان الامهات لازم تاخد بالها منها وتعرفها كويس جدا، انت مكانك مش في المطبخ بس، انت مكانك تعليمي تربوي.
يعني لو كان الاب طول النهار في الشغل، مين اللي هيعلم الولاد فضل الصيام؟ مين هيعلمه احنا بنصوم ليه؟ مين هيخليه يقرا قران؟ مين هيتبع معاه الحاجات اللي بياخد عليها ثواب؟ مين؟ لازم تكوني عارفه دورك كويس جدا عشان تستني نتيجه كويسه من اولادك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو كان عندكم مشاكل مع اولادكم خاصه بمساله الصيام، او في مشكلات سلوكيه لقيتوها وانتم بتعودوا اولادكم الصيام، ما تتردديش تكتبيها وانا ان شاء الله هجاوبك عليها. السلام عليكم.